ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا زي الفل وزياده شويه. صار العربيه اللي تحت البيت تعدي. الفيديو بتاع النهارده بقى هكلمكم فيه عن اي حد عمل بروتين او كرياتين او كافيار او تريتمنت او ايا يكن المسمى حديثا، اللي هي الحاجه اللي بنحطها على شعرنا في الكوافير او في البيوت سنتر وبيتكبس كده بدرجه حراره عاليه عن طريق المكوى، فهوب بنلاقي شعرنا ليس خطير جميل ناعم، هو ناشف من غير ما بنتعب ولا نبذل فيه اي مجهود. طبعا بعد كل الجمال اللي احنا بنشوفه في فترة تقريبا لا تزيد عن السنة سنة ونص، وطبعا برضو بيختلف من شعر للتاني على حسب الاضرار اللي هتطلع لكم، نشوف كمية اضرار بعد السنة سنة ونص دي مش طبيعية. مبدئيا الاطراف بيبدأ ينسحب منها المادة وتبدأ ترجع للشكل الاصلي وممكن اوحش من الشكل الاصلي. اما بقى بالنسبة لمنطقة الجذور فبتبقى لسه شوية او ستيل متأثرة بالفرد. فاللي انا عاوز اقوله لكم في الفيديو النهاردة ازاي نعالج دوت، وان ده بجد حاجة عادية جدا، وان انتوا تقدروا تصلحوا دوت وتقدروا تحسنوا شعركم لو انتوا لسه ما عملتوش اي حاجة من دول بس بتفكروا. فنصيحة مني بلاش، وركزوا معايا الفترة الجاية هقول لكم على روتين خطير للشعر هيرطب معاكوا الشعر ويقلل الهيشان ويفرده ويخليه كويس. فبجد انتوا تقدروا تفردوا شعركم عن طريق الطاقية والاهتمام والروتين الكويس. فخليني في الفيديو دوت اقول لك على الاضرار اللي انت هتشوفيها من البروتين والكرياتين ونحاول نصلح دوت بخطوات معينه وشور لازم تكوني بتستخدميها. اول حاجه الشعر نفسه بيفقد كميه كبيره من فوائده لان التريتمنت دوت بيكسر الروابط الموجوده اصلا ما بين جزيئات الشعر، فبالتالي ممكن الشعر يتقطم يتقطع او يتساقط من جذوره. كمان بما ان الروابط اتغيرت او كمية البروتين بتاعت الشعر قلت، ده بيحصل بقى منه هيشان، يحصل منه تقصف، يحصل منه كل حاجة. وتخيلوا من البروتين ده اي حاجة للشعر. طبعا كل ما كانت نسبة البروتين والكرياتين دي المادة الفرد اللي جواها قليلة، يعني نسبة مادة الفرد دي تكون قليلة، كل ما كان الضرر قليل. بس ده مش معناه ان الضرر هيبقى مش موجود، لا هيبقى موجود. طيب يا جوكا انا عملت البروتين او الكرياتين او واتيفر هنسميه تريتمنت دلوقتي، عملناه وللاسف شعرنا بقى سيء جدا بعد بقى ما هو بدا يطلع من شعرنا، واكشلي خلاص بقى شعرنا الطبيعي بيرجع مره تانية، ايه اللي المفروض نعمله؟ اولا كده لازم تبقي عارفة ان طبيعي الشعر كله او اغلبه يفضل يتساقط من حين للتاني، يعني مثلا اول 100 شعراية تساقطوا النهاردة يطلعوا مفروض غيرهم، التاني 100 شعراية، 300 شعراية، لغاية لما الشعر كله يقع، لان غالبا بيبقى كله الضر فكله بجد بيبقى محتاج ان هو يتساقط. فهل التساقط الكتير نقلق منه؟ طول ما احنا عاملين التريتمنت ده ما تقلقوش من التساقط الكتير، بل بالعكس افرحوا عشان انتوا بتخلصوا من الشعر المتدمر، ودورنا دلوقتي هو ان احنا نطلع شعر جديد احسن واقيم وافيد واطول واكثر صحه. طيب هل الشعر اللي بيتقطع او الشعر اللي بيقع من جذوره او ايا يكن الهيشان اللي عندي او كل ده هيتعالج؟ بامانه هيتعالج، فيلا بينا على طول على الخطوات اللي هتعالج. اول حاجه هتعالج معانا وهو ان الروتين بتاعك يكون فري سلفيت. تخيلي شعر مجهد طالع عينه متكسر متقطع متقصف في كل مشاكل الدنيا، هروح انا اجيب مواد فيها سلفيت سيليكون بارابين which is الشعر الطبيعي اللي مفيهوش اي مشاكل بيشتكي منها ومن الهيشان والجفاف اللي بتعمله. انت بقى تروحي جايبه المنتجات دي وتحطيها على شعرك وتقولي اصل انا بعالج شعري. صدقوني ساعات كتير قوي في ناس كتير جدا بتصرف فلوس في منتجات غاليه بس لمجرد انها مركزتش في بوينت معينه ما بتلاقيش اي نتيجه منها. فهي الحاجه مش بسعرها الغالي، الحاجه بالمكونات، هل تليق عليك تليق عليا ما تليقش، ده اللي لازم تركزي فيه. طيب اوكي انا كده فهمت ان اول بوينت عندي ان انا ما ينفعش استخدم اي حاجه فيها سلفيت بارابين سيليكون او كل المواد دي، بالنسبه لي مضره وقويه وتقيله على الشعر هتقطعها وتكسرها اكتر وقت. فابعدوا تماما عن اي شامبو حمام كريم او ليف ان او اي حاجة يكون فيها المواد دي، وخصوصا السلفيت بيهيش بشكل مش طبيعي. يعني انا شعري لما قللت من عليه السلفيت بجد لاحظت فرق كبير جدا في الهيشان وفي الجفاف، قلوا جدا بسبب ان انا بطلت السلفيت. فانا شعري غلبان قاعد في حاله مش متضرر قوي وحسيت بالفرق ده، ما بالكم انتوا. تاني حاجة استخدام حمامات كريم غنية بالبروتين. سيب لكم هنا صور كذا منتج اللي تلاقوش ترو، بس انتوا محتاجين بجد ان انتوا تستخدموا منتج يكون غني بالبروتين يعوض الشعر كمية البروتين اللي فقدها والروابط اللي اتكسرت ما بين البروتينات اللي موجودة جوه الشعراية، يحاول يلدم الروابط دي تاني او يحاول يغذي الشعر ببروتين من اول وجديد. فما تقولوش اصل احنا شعرنا قليل في البروتين، وطبيعي على فكرة اي حد عامل اي تريتمنت البروتين عنده يكون قليل. فاستخدموا اي حمام كريم يكون غني بالبروتين ويكون نوع نظيف عشان خاطر بنعالج احنا دلوقتي، معلش يعني يكلفوا شويه.
كمان خطوه الليفن. الليفن مهم بشكل مش طبيعي. يعني ايه ليفن بسرعه؟ هو اي كريم سيروم زيت ينفع يتساب على الشعر، مكتوب عليه يترك على الشعر. ده بيساعد على تغليف الشعرايه وانه بيديلها طبقه تخليها اسمك ما تتقطعش ما تتكسرش زي الاول، بلس انه طبعا هيساعدكم جدا في التسليك فالشعر ما يتقطعش في التسليك، عشان مش معقول كل مره ناخد فيها شاور نص شعرنا يقع في الشاور، مش منطق. تالت حاجه من الحاجات اللي بتساعد فروه الراس انها تطلع شعر احسن بما ان الشعر اغلبه هيقع، ومن الحاجات اللي بتخلي الشعرايه اسمك مترطبه اكتر وهي شان اقل لان كده كده هتبقى متقصفه وطالع عينيها، حمامات الزيت. فروه الراس حمام زيت يساعد على الانبات، فروه صحيه ما فيهاش قشره، لان في ناس منكم بتعاني من القشره وعندكم قشره جامد قوي استخدموا اوراق الصدر هتعجبكم جدا، لان في ناس بيجي لها قشره من البروتين والكرياتين بعد ما بيمشي. فحمام الزيت بتاع الفروه هو اللي هينبت شعر جديد ويخلي الفروه صحيه وتساعد على تطليع شعر جديد، لانه بينشط الدوره الدمويه بسبب المساج وتوزيع الزيوت على الفروه. اما بقى بالنسبه للزيوت اللي بتتحط على الاطراف زي زيت جوز الهند والجوجوبا وبذور العنب او ميكس ما بينهم، حتى ان انتوا تشتروا زيت جاهز زي مثلا بتاع سكري، الزيوت دي بتساعد على ترطيب الشعرايه وبتغذي الشعرايه عشان تبقى اسمك يعني اتخن ما تتقطعش بسهوله. فحمام الزيت مهم وما ينفعش نبدله. بصوا هقول لكم على نصيحه، استخدموا روتين شعركم العادي بس ابعدوا عن السلفيت ومشتقاته واهتموا قوي بجزء الترطيب، والترطيب في حمام زيت في حمام كريم في ليفان. وما تفكروش في الفتره دي تعرضوا شعركم لا المكوى ولا سشوار ولا اي حاجه من حاجات الهيت، لان الشعر برضو بيفقد كميه من البروتين عن طريقهم، فهو حقيقي هيبقى مش ناقص. ما تنسوش تهتموا بصحتكم والفيتامين، عشان لو الشعر احتاج اي فيتامين يساعده على عملية البناء which is all بيحتاج، ساعتها يبقى الجسم يقدر يساعده ويمده بالفيتامين او المعادن اللي هو محتاجها. الترطيب، بما اني كنت لسه بوصيكم على الترطيب، فما تنسوش برضو ان انتوا تشربوا مية كتير جدا من 2-3 لتر يوميا، علشان ده بجد بيفيد جدا 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 الشعراية والجلد. استل عند رأيي، لو الجسم مش مترطب الشعر هيترطب ازاي؟ اذا كنت انتهزوا فرصة الصيف، لان الصيف من الحاجات اللي بتساعد على تنشيط الدورة الدموية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فكل ما كانت الدورة الدموية متنشطة كل ما ده ساعد على ان الشعر يطول اسرع واسرع. فنصيحة، لو عايزين تبدأوا علاج ابدأوا في الصيف، بس لو عايزين تحكموا على نتيجة العلاج احكموا في الشتاء، عشان الصيف ساعات بيهيش وبيقصف الشعر حبة بسبب الرطوبة العالية. واخيرا لو في اي حد منكم جرب حاجة او تيب او برودكت ياريت يقولي عليه، علشان لو هو بجد حلو انا جربه وانصحكم بيه ويبقى استفدنا كلنا، خصوصا الناس اللي عاملة بروتين وكرياتين. بس كده انا خلصت الفيديو، اشوفكم فيديو جديد، يارب تكونوا بسطتوا واستفدتوا. عندكم اي سؤال اسألوا في الكومنت. باي باي.